اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهارده هو تسليه، هنجيب برودكت ونصوره ونشوف ايه الاخطاء اللي في التصوير اللي بيخطئوها المبتدئين. هي حاجات بتخلي الصوره مش حلوه، وازاي نخلي الصوره بروفيشنال. شويه تريكات بسيطه جدا هتخلي صورتك فعلا بروفيشنال وصوره توب. بس اهم حاجه نركز مع بعض في كل خطوه بنعملها، علشان هي الخطوات دي اللي بتخلي الصوره حلوه. تمام، مش هطول عليكم كتير، يلا بينا نشوف هنصور ايه وازاي. بس لو سمحتوا اشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واي استفسارات ابعتولي على طول على الفيسبوك او انستجرام او اليوتيوب، وهرد عليكم على طول، خصوصا على اليوتيوب او الانستجرام. تمام، يلا بينا. طيب زي ما انتم شايفين كده، انا عايز اصور النيوتيلا، وده السيت اب اللي هو مش بروفيشنال قوي. خلينا نبدأ بيه، لأنه في مبتدئين كتير بيصوروا بالسيت اب ده. هو كويس وكل حاجة، ولكن هوريكم الفرق بعد شوية بعد ما نخلص بس تصوير على الوضع ده. أنا في الأول حطيت زي ما انتوا شايفين خلفية لونها رمادي أو مدي على بيج، وخلفية هنا خشب وعليها النيوتيلا، وده الاوكتا عليها الهيد الجودوكس اي دي 400، وده جريد بس انا شايله حاليا عشان اوريكم الفرق برضو هيكون عامل ازاي. والكاميرا وضعها هنا على زاوية 0، والعدسة 85 ملي 1.8، وهنصور باعدادات عادية، يعني هنعتبر ما عندكوش تريجر بروفيشنال، تريجر عادي. فانا مش هعلي الشاتر عن 250 علشان مش محتاج هاي سينك سبيد. تمام، عامل فتحة عدسة 1.8 عشان برضو مش عايز الخلفية تكون واضحة قوي، و ISO 100، وقلنا الشاتر 201 على 250. طيب الفلاش، نشغل الفلاش. قوة الفلاش هتكون 1 على 64. تعالوا ناخد الصورة بالمنظر ده وبالوضع ده وببعد، ركزوا في كلامي، وببعد الخلفية عن السبجكت بالوضع ده. قبل ما نخش بس على الوضع ده هوريكم التكوين من قريب. زي ما انتوا شايفين كده، علبة نيوتيلا كبيرة والتانية صغيرة. بقية التكوين مش هعمله دلوقتي، خلينا بس ناخد الصورة بالشكل ده. ليه انا عامل الشكل ده؟ ليه سايب المسافة دي كلها فاضية؟ ليه؟ علشان هنا عايز اكتب كلام، او احط مثلا هلال رمضان واكتب حاجة كده بمناسبة رمضان، او كل عام وانتم بخير. المهم الحتة دي سايبها فاضية في الصورة عشان الغرض. تمام، دي صورة. الصورة التانية اللي هناخدها بعدين لما نحط بقية التكوين هنا، بس خلينا ناخد الصورة على كده الأول. تمام، شفتوا ايه بقى؟ شفنا ان الصورة فيها حاجة غلط، او فيها حاجات غلط. لقينا ان الخلفية لونها افتح بكتير من لقينا الباك جراوند افتح بكتير من الباك دروب، ولقينا مفيش تناسق ما بين الخلفية دي والخلفية دي، ولقينا كمان ان الاضاءة على الخلفية قوية. الصورة ملخبطة،
التكوين اللي احنا صورناه طالع تمام، اضاءته حلوة، واضح، لكن الصورة مش بروفيشنال. طب عايزين نعمل الصورة دي بشكل بروفيشنال، هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة لازم نبعد بالكاميرا ونبعد السبجكت عن الخلفية، تمام، ونبعد الإضاءة عن الخلفية ونركب الجريد مهم جدا بقى الجريد ده في التصوير في التصوير ده. ليه بقى؟ الجريد بيمنع او بيقلل الاضاءة اللي رايحة على الخلفية وبيحدد الاضاءة على السبجكت بس. شوف بقى كده، ونظبط بقى الكاميرا ونظبط الكادر. طيب قبل ما اصور انا عايز اعمل إضاءة بوكيه اللي هي الدوائر دي هنا تكون ظاهرة هنا على خفيف، فأنا عندي الإضاءة دي هو سلك إضاءة بيشتغل بالبطارية زي ما انتم شايفين، بس ده لو صورته من قريب لو الخلفية قريبة للسبجكت هيطلع تقريبا اكبر من حجمه الطبيعي بشويه، فهيبقى شكله وحش جدا. لكن طول ما بنبعد الاضاءات دي عن السبجكت اللي بنصوره فالبوكيه اللي هو الفلير بتاع الاضاءه دايره هتبقى قويه كبيره وناعمه. فانا هعملها بالشكل ده، احطها هنا واحطها هنا بحيث انها تبقى على الخلفية بس كده. من بعيد هتصور هتبقى الصورة أحلى بكتير. تعالوا بقى ناخد الصورة على كده وبنفس الإعدادات. تمام، لقينا ايه في الصورة دي؟ لقينا ان حصل تناسق كبير قوي ما بين الخلفية اللي ورا والخلفية دي في اللون وفي الاضاءة، ولقينا البوكيه بتاع الاضاءة اللي انا حطيتها ورا دي النور الصغير ده ظهر بشكل جميل جدا. لكن في عيب في الصورة، الجزء ده من نيوتيلا الكبيرة ضلمة شوية، فهنضطر ان احنا نستعمل ريفليكتور عاكس اضاءة فايبر جلاس زي ده كده ونوقفها بالشكل ده. هتضرب الاضاءة اللي هنا هتعكس الاضاءة اللي جاي من الاوكتا على الجنب الضلمة. تعالوا قرب الكاميرا عشان تشوفوا معايا. زي ما انتوا شايفين كده مش باينه في الكادر ابدا. تعالوا ناخد الصوره بقى على الشكل ده،
شفتوا نورت ازاي من هنا؟ حتى الإزازة النيوتيلا الصغيرة برضو نورت. تمام؟ طيب دي صورة. ايه ممكن نخترع او نبتكر تاني في التكوين؟ تعالوا نشوف. خليني اوزع تكوين مختلف وارجع لكم ووريكم عملت ايه. شايفين؟ انا حطيت التوست الصغير ده عليه نيوتيلا والبندق. جبت بندق وحطيت وزعته بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الصورة دي هتبقى عاملة ازاي. طبعا ده مش باين في الكلب، دي زي ما هي حطيناها علشان عايزين ننور الجزء ده اللي في الإزازة او في النيوتيلا. والخلفية زي ما هي، ما غيرناش اي حاجة، والاعدادات هي هي. تعالوا ناخد الصورة بقى على كده. زي ما شفتوا، لو هنسيب الجزء ده فاضي يبقى لازم نكتب فيه. لو مش هنسيبه فاضي ما ينفعش نسيب الصورة على وضعها اللي فات. لازم نملى التكوين، نملى الكادر حاجات حلوة بسيطة وكلها ريليتد لبعض، ليها علاقة لبعض. يعني النيوتيلا مصنوعة من البندق، اهو مرسوم عليها بندق، عشان كده حطيت البندق. حطيت برضو التوست الصغير ده عليه شوية نيوتيلا. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو خفيف وعجبكم واستفدتوا منه. شفتوا الجريد عمل ايه كمان؟ قلل الاضاءة اللي جاية على الخلفية، عشان كمان بعدنا الخلفية عن السبجكت، وكمان حاطين جريد خلى الاضاءة متناسقة، والخلفية خلى لونها كمان متناسق، لان ما عليهاش اضاءة قوية زي الصورة الاولانية. والفلير اللي طالع من الاضاءة الصغيرة دي خرافي. لو عجبكم الفيديو او عجبتكم الصور ابعتولي في الكومنت، ولو في ملاحظات برضو ابعتولي علشان اعرف ايه الملاحظات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.